دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف افتتح امبارح فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها 26، وده بمشاركة 77 دولة من بينها 28 دولة إفريقية. المسابقة بتنظمها وزارة الأوقاف بشكل سنوي بأكاديميتها الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر. الدورة الستة وعشرين لمسابقة القرآن الكريم بتحمل اسم الشيخ محمود خليل الحصري، وحيتم عرض مقتنياته خلال الفعاليات. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المسابقة العالمية 26 للقرآن الكريم التي تعقدها وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين. كل المتسابقين أبنائنا، المسابقة بمنتهى الشفافية وبمنتهى النزاهة، ومن ينجح هو ابننا. وإحنا حقيقة عملنا مسابقات مكافآت هامة جدا. المتسابق الأول في الفرع الأول 180,000 جنيه، تاني 150,000 جنيه، تالت 120,000 جنيه، مسابقات إجماليها بتزيد على 1,000,000 جنيه تشجيعا وإكراما لأهل القرآن الكريم. هذه المسابقة بتأخذ أهمية كبيرة من جملة من النواحي. الناحية الأولى الرعاية الكريمة للسيد رئيس الجمهورية ورعايته للقرآن الكريم وحفظة القرآن الكريم وتكريمهم كما قال معالي الوزير في ليلة القدر. هذا بيحمل ريادة مصرية حقيقية، وأن مصر هي حاضنة كل القراء القرآن الكريم اللي في العالم الإسلامي. بلغ عدد المتسابقين والمحكمين المشاركين في المسابقة 77 متسابقا ومحكما من 51 دولة، بينهم 60 متسابقا من مختلف دول العالم وستة من مصر. أنا بتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لحفظة القرآن الكريم، وهذه المسابقة التي أقامتها وزارة الأوقاف. وهذه المسابقة مسابقة سنوية، وحقيقة أنا حريص جدا أن أنا أكون موجود في كل عام، لأني شرف لأي إنسان أن يكون وسط حفظة القرآن الكريم. أنا سعيد النهاردة الوجود في هذه المسابقة بدعوة كريمة من معالي وزير الأوقاف. تلك المسابقة التي تطل من خلالها مصر على محيطها الخارجي وعلى العالم الخارجي في نشر الدين الإسلامي الوسطي الحنيف، دين الذي يدعو إلى التسامح والتعايش السلمي بين الجميع. وخلال الافتتاح أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن إطلاق الموقع الإلكتروني للمسابقة العالمية للقرآن الكريم. محمد عصام، MBC مصر.